متاخر ولا راح نحرره ليك؟ وما يزيدوش يستعملوا البيدون تاع البلاستيك راح عادي عادي شفت هذا عادي نحطوا معه الداخل ندافي البيدون ونرميه برا. من خلال الخرجة الميدانية وجدنا انه بعض المتعاملين الاقتصاديين يقومون بعدة ارتكاب عدة مخالفات من بينها عدم احترام إلزامية أمن المنتوج أو عدم احترام إلزامية وسم المنتوج، ومن خلال مثلا عند بعض القصابة وجدنا وجود دجاج، كمية من الدجاج مجهولة المصدر لا تحتوي على الوسم. كذلك بعض محلات الحلويات اللي يقوموا بتحضير في او استعمال مواد بلاستيكيه غير صالحه للاستعمال. قامت مصالح فرقه الشرطه العامه بامن المقاطعه الاداريه بباب الواد برفقه لجنه عن مفتشي التجاره بخرجه ميدانيه المتواجده بقطاع الاختصاص، وذلك لرصد اي تجاوزات غير قانونيه او عوده مطابقه لمعايير النظافه خصوصا مع هذا الشهر الكريم.